علاش هذا؟ سي تري سامبل. علاش هذا؟ هذا هو السؤال. هذا السؤال. علاش؟ لأنه من 2011، من 2011 لليوم ما تخذا حتى قرار للنظر في إعادة هيكلة الخطوط التونسية. ادخلنا اليوم في ثالث برنامج إعادة هيكلة. برنامج إعادة الهيكلة 2013-2014 ما تعداش، ما تمش المصادقة عليه. جاء برنامج ثاني كيف كيف، ما تمش تناوله وما تمش الدراسة متاعه. تو دخلنا في برنامج إعادة الهيكلة الثالث. أنا نجم نعطيك اتفاق ممضى مع الأطراف الاجتماعية من 2014. من 2014 لليوم ما صار شيء. سؤال مباشر سيدي، فماشي تحسوشي أنه فما رغبة ولا نية في التفويض في تونسير؟ هنا لا كونفيرماسيون دو سا. كيفاش؟ أنت نقول لك كيفاش. خاطر هو إذا كانت تحب تتبع لازمك تتبعها بتسلسل. الناس الكل تثبت وقت اللي سي الهاروني كان وزير النقل في 2012 في 2012 وقت اللي مشى القطر وصحح في السانكيام ليبرتي، وقتها هبطت الخدامه على السانكيام ليبرتي ومشى صححها مع دولة قطر من غير ما يهز معها الرئيس المدير العام تاع الخطوط التونسية انذاك، وصارت كل بوليميك الكبيرة. باهي اليوم وقت اللي انت في شركة طيران، انت اليوم ما تعمل حتى مجهود باش تنجم تعاون الناقلة الوطنية متاعك. احنا رضينا، احنا رضينا ديبار على روتريت بدا افيك دي كونديسيون تاع 2003 يعني افيك لو فينومين انفلاسيونيست نتاع اليوم. قبلنا لي كونديسيون نتاع 2003، قبلنا لونفلوب نتاع 2003 من 2014 ومصح فيه الاخر من العام وقت اللي كان مكلف. وهذا ديما تقولوا كجماعه النقل ونقابه تونسير انه انتم تحبوا تعاونوا الشركه. ما زلت لنا دقيقه. سليس بن ميلاد كاتب عام مساعد جماعه النقل، اليوم حديثنا معك كان على تونسير. قلت لدينا التأكيد أن هناك رغبة في التفويض في تونسير. وزير النقل كي جاء بحضينا قال أن الاتفاقيات الفارطة وإلا المشاورات الفارطة فسخ وعود من جديد. اليوم فما حديث جديد بين وزير النقل ورئيس مدير عام تونسير حول الوضعية متاع الشركة وكيفية تدخل الدولة لتداركها. أنا نحكي مانيش نحكي من منطلق فراغ، أنا نحكي من منطلق دراسات وفما اتفاقيات ممضات. احنا شنو اللي قلنا له؟ قلنا له إذا كان فما نية صادقة لإنقاذ المؤسسة هذه فباش تلقاو منا كل التعاون وكل الجدية في التعامل، وأنا ماذا بيا تكون التعامل متاعنا يكون شفاف وواضح أمام الجميع. أنا مستعد في مواجهة مباشرة فيس تو فيس، فيس تو فيس مع سيد وزير النقل. يا اخي احنا طرحنا عليه، يا سيدي طرحت عليه انا شخصيا، قلت له اعطيني برنامجك المستقبل للخطوط التونسيه، اعطيني لا فيزيون تاعك، اعطيني مشروع. الى حد اللحظه هذه قلت له يمدنا بالمشروع وندونوه في محضر جلسه رسمي ونجاوبوه كتابيا. نوصلوا لك الدعوة هذية هيلة برشا، لأنه الحوار أو التناظر حول الموضوع يمكن أنه يخلينا نفهموا التوجه السياسي لوزير النقل، ونفهموا اليوم جماعة النقل شنو وزيدة أيضا التوجه متاحة ونظرتها حتى تنجم تكون عندها نظرة سياسية للموضوع. شكرا ليك ياس بن ميلاد كاتب عام مساعد جماعة النقل. شكرا ليكم الكل. شكرا سفيان الأخبار.